عبر الهاتف من القامشلي تنضم لنا مراسلة أخبار الآن روناك شيخي. روناك أهلا بك معنا. بحسب المعلومات التي استطعت الحصول عليها من القادة على الأرض، ما هي المناطق الجديدة التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية؟ ما تطورت على الأرض خلال الساعات القليلة الماضية؟ بكل قواتها داخل الأحياء المتبقية من مدينة الرقة، حيث تتركز الاشتباكات ومنذ عدة أيام في حي الكرد والنهضة والأمين وحديقة هارون الرشيد ومحيط المشفى الوطني الذي تتحصن داخله عناصر التنظيم. وكما ذكرت أيضا قبل قليل تم تحرير نزلة ابن خلدون، والمعارك لا زالت مستمرة في تلك البقعة الصغيرة من المدينة. طيب يعني بحسب المعلومات المتوفرة لديك، يعني ماذا تبقى من الرقة روناك؟ يعني تقريبا وحسب القادة العسكريين لم يتبقى من مدينة الرقة سوى تقريبا 15% منها. طبعا هذه المناطق يتحصن فيها التنظيم بقوة، وأيضا قوات سوريا الديمقراطية تحاول قدر الإمكان أن لا تستهدفها بالأسلحة الثقيلة بسبب وجود المدنيين بداخلها، بالإضافة إلى المباني المهمة التي تتواجد في هذه المنطقة. طيب وضع المدنيين بالتحديد روناك، سواء الذين استطاعوا الهروب أو النزوح، إلى أين وكيف هو وضعهم، ومن لا يزال في قبضة داعش؟ ما الممارسات بحقهم إذا وصلتك معلومات؟ طبعا حسب ما وردتني بعض المعلومات أنه تم تشكيل فرق خاصة من قبل قوات سوريا الديمقراطية لتحرير المدنيين، حيث تقوم هذه الفرق بالوقوف على خط التماس مع داعش وفتح ممرات آمنة لإنقاذ المدنيين ونقلهم إلى المناطق الآمنة، حيث أمس تم تحرير نحو 35 مدني، واليوم أيضا تم تحرير 3 عائلات من قبضة التنظيم. طيب الوضع الإنساني في المناطق التي نزحوا إليها، هل من استطاعوا النزوح من المناطق التي حررت؟ طبعا بواسطة قوات سوريا الديمقراطية تم إجلاؤهم. هناك بعض المرضى وبعض المصابين بجروح بليغة يتم نقلهم إلى المستشفيات وإسعافهم، وحسب ما يؤكدون أن الوضع الإنساني سيء جدا في المنطقة التي يسيطر فيها داعش، حيث كما ندري أنه يستخدمهم كدروع بشرية. طيب من خلال ربما حديثك أو حتى المعلومات التي وصلتك من الناس الذين التقوا بالمدنيين الذين استطاعوا الخروج من مناطق داعش، ماذا قالوا؟ يعني بماذا، ما الممارسات بحقهم من قبل داعش، خاصة في الأيام الأخيرة، في هذه الفترة الأخيرة والرقة تذهب من يد داعش؟ بماذا قام داعش بحق المدنيين؟ طبعا معظم المدنيين يؤكدون انهم تم احتجازهم وزرع الالغام في كل الاماكن حتى لا يستطيعوا يتمكنوا من الخروج من المدينه، وتهديدهم بالقتل بالاضافه الى استخدامهم كدروع بشريه واحتجازهم، والوضع الانساني سيء جدا حسب ما اكدوا. شكرا لك روناك على هذه المعلومات وهذه المداخلة. مراسلة أخبار الآن روناك شيخ من القامشلي كنت معنا عبر الهاتف.